موسى، يوسف المساكني، يعني ذولا يعني كانوا قريبين عليه. بس أكثر واحد يعني بسام الراوي نوجه له تحية، لأن وجه له تحية. بداية يعني هو وياي واستقبلني وهيك شيء، كان داعم لك وكان معاك. كان يعني أمي، أنا صديقي لي وأخوي بالقطر، نوجه له تحية. شلون شفت الدوري القطري، وخصوصا ان في اسماء محترفين على اعلى مستوى، شلون شفت الدوري القطري والاحتراف في الدوري القطري ومع نادي الاتحاد؟ صراحة يعني دوري قوي، دوري صاحب لاعبين خبرة، لاعبين نجوم، سواء بنادي الحين، نادي السيد، نادي الغرافة، الريان، دوري قوي، دوري يعني ممتاز، يعني دوري حلو، شاهد دوري يعني مو بس فريق أو فريقين، لا بعض الفرق يعني نفس المستويات نقدر نقول. طيب، طلعت في مقابلة سابقة وقلت ان انت يعني تميل لنادي الهلال السعودي في الدوري السعودي، هل الكلام صحيح؟ شلون يعني؟ تميل لنادي الهلال السعودي، ميولك في الدوري السعودي لنادي الهلال؟ اكيد يعني تحية نادي الهلال السعودي، انا من يعني مشجعين ومحبين نادي السعودي، الهلال السعودي، نتمنى لهم التوفيق. سر حبك لنادي الهلال؟ صراحة يعني أنا دائما ما أشاهد يعني بعض اللعبات لهم، فيعني أحسهم فريق، يعني تحسه فريق أوروبي صراحة، أنا يعني أشاهد المباريات واللاعبين، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بالبطولات الآسيوية إن شاء الله. لو قدم لك عرض نادي الهلال السعودي شنو ردك؟ ماكو مشكلة. يعني تتمنى اذا كان العرض يعني مثلا مرضي ومقبول من ناديك الدحيل، او من يعني وكان عرض تشوفه انت مناسب بالنسبه لك؟ ماكو مشكله. طيب، من افضل لاعب بالنسبه لك في نادي الهلال تشوفه؟ والله انا معجب صراحه باللاعب جوميز المهاجم، يعني مهاجم دائما ما يسجل الاهداف، دائما يعني اشوف المباريات قلت لك انا، ف جوميز. طيب، من اللاعبين السعوديين في نادي الهلال من يعجبك اكثر؟ سالم الدوسري. سالم الدوسري، لاعب ما لانه مهاري وانت لاعب مهاري اخترته، يعني ما اخترت الفرج الشلهوب. على محمد شلهوب احبه، مو انت قلت لي الحاليين؟ ايه الشلهوب انا يعني احبه، لاعب ممتاز. طيب، ميولك مع اي نادي عالمي؟ انت منو تشجع؟ انا برشلونه. اوه، برشلوني طبعا. محبينك اللي يشجعون ريال مدريد يزعلون؟ لا ماكو، يعني الرياضه ما بيها زعل، انت تشجع برشلونة أو ريال مدريد أو ما بيها، يعني ما أعتقد شيء زعل هذا، بالعكس. ليش شجعت برشلونة؟ شنو السبب؟ والله من زمان أنا أشجع برشلونة، يعني من زمان أشاهد المباريات خاصة من تصير ويا ريال مدريد. لما يصير كلاسيكو شنو شعورك؟ خلاص أركز بس بالتلفزيون وخلاص. طيب، البيت برشلوني ولا العائلة في منهم مدريدية؟ العائلة عندي بس أخويا حيدر ريال، إحنا برشلوني، الباقي برشلوني. يعني التشجيع في البيت في العائلة يعني اختياري، في حرية، ما في ضغوطات. أنا طيب، تشكيلتك التاريخية من تفضل حاليا، يعني تشكيلة تاريخية للاعبين الأوروبيين؟ حراسة المرمى منو يعجبك أكثر من خلال ما تابعت؟ حراسة المرمى إيه، بوفون. اختيارك عشان إنه مقدموا لك عرض ولا لا من زمان؟ أنا أعطيك بوفون، راموس، داني ألفيش، مارسيلو. منو مع راموس لعب الدفاع ولا بس تلعب ثلاثة؟ بيكي. طيب، بالنص ميسي و جوميز ملاعب الهلال. لا ترى شيطان، ميسي و
بريال مدريد انا ما اعرف كروس مودريتش كاسيميرو مودريتش بعد نيمار رونالدو كريستيانو صارت 4-2 4 لا 4-2 4 4 2 4 صح ايه رونالدو ونيمار نيمار اصعب مدافع واجه مهند علي اصعب مدافع ماكو يعني هل هي هذه نفسرها ثقة ولا البعض لا سمح الله ممكن يفسرها أنه غرور مهند علي ثقة بالنفس ثقة بالنفس ما في مدافع واجهته في الدوري القطري ولا من مواجهات المنتخب العراقي كان خشن معاك حسيت فيه أنه مثلا أنت ما ترتاح في الملعب لا ماكو ممتاز اقرب قلنا زميل دور الكابتن حكيم شاكر معك حكيم شاكر تحياتنا للكابتن تحياتنا الكابتن حكيم شاكر اشرف عليه بتدريبات نادي الشرطه وكنت يعني صغير بالعمر لكن يعني ماكو يعني خلاني درجني نقول مثل ما نقول بالمباريات بنادي الشرطه تحياتنا له ونتمنى له التوفيق يا رب في عندي فقرة في برنامج التلفزيوني في الكويت هي فقرة اسمها 1-2 أنا أعطيك إجابتين أنا أعطيك إجابتين وأنت مجبر إنك يعني تجاوب على إجابة من الإجابتين أنت يعني صريح جريء في طبعك يعني ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة أفضل جيل للكرة العراقية منتخب 1986 ولا منتخب 2007؟ نعم أنا عفوا ما أقدر يعني ما يعني خلي يعني ما تقدر يعني نفس الشيء 52-50 زين طيب أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي ولا حسين سعيد؟ بيناتهم أسطورة والله انت حبيبي مهند تعرف علاقتنا انا ما ودي ازعلك النجم الاول لمنتخب 2007 منو كان يونس محمود ولا نشأة تكرم بيناتهم فرحون في منتخب 2007 منو كان يعجبك يعني يونس محمود اكيد كان نجم اسطوره ونشأة تكرم راح كلهم يعني نشأة تكرم تحياتنا للكابتن يونس محمود كرار جاسم علي حسين رحيم يعني كلهم صراحة كانوا نجوم طيب نكمل ونقول من تفضل ما بين كريستيانو وميسي ميسي ليش عشانك برشلوني ولا هذا اختيار ما له علاقة في ميول أنا يعني وجهة نظري يعني ميسي افضل لاعب بالنسبه لك في تاريخ ميسي ولا في لاعب افضل منه لا انا معجب بنيمار اكثر من ميسي طيب اذا قلنا تتابع الدوريات الاوروبيه شنو الدوريات اللي تتابعها اكثر اتابع بس يعني فرق يعني مثلا برشلونه من يلعبون اتابع من ريال مدريد من يلعبون اتابع باريس على مود نيمار أنا يا باو ليفربول جوفانتس يعني هذين الفرق الكبيرة أنا شاهدتهم طيب أنا بنرجع للدوريات بما أن ما شاء الله وصلنا إلى رقم كبير باللايف شونك بالتصوير أنت أنا أول مرة يعني من خلال هاي الفترة اللي قعدنا فيها صارت مال كورونا أفتح بث مباشر أطلع مستحيل جدا أطلع طيب صديقي ابتسامتك حلوه مهند ابتسم وانا ابتسم خليه اللي يحبينا هم اللي يكبشرون حبيبي خليهم هم يكبشرون يلا كان صوره طيب ياخذون صوره اوكي راح ياخذون صوره يسووا لي منشن لي ولك طيب نكمل محمد صلاح ولا رياض محرز محمد صلاح ليش ايش قناعه يعني قناعة انك تحب يعني اسلوب لعبه وطريقته في اللعب
تحب طريقة لعبه ومحمد صلاح؟ اي قلت لك ايه. طيب في الدوري الايطالي تشجع اليوفي قلت؟ اليوفي ما له شغل بالعرض، ثاني مره اقول لك. لا لا ما له شغل والله. طيب ليش شجعت اليوفي؟ يعني كان في سبب قبل انه لاعب معين ولا؟ لا بس احبهم يعني من يلعبون يعني من ضد ريال مدريد، دوري ابطال لعبوا اكثر من مره، فكنت اشاهد يعني تصير مباريات قويه فحبيتهم. في الدوري الانجليزي ميولك مع اي نادي؟ ليفربول. ليفربول. يعني سبب تشجيعك لليفربول؟ يعني صلاح و يعني دوره قوي، شاهد يعني المباريات مالتهم اكثر، اغلب المباريات تشاهدها قويه. طيب انت تشجع ليفربول وتشجع برشلونه عدل؟ زين مو اشجع، احب اني احب يعني اشاهد مباريات. انا مو مشجع متعصب ولا اشاهد، لا لا خلاص انه انت تستمتع بالكره الجميله. اي فقط بس استمتع. يعني انت زعلت اكثر لما طلع برشلونه من ليفربول يعني على ليفربول ولا لا فرح؟ خلاص انه اشاهد مباريات، اشوفها مباراه انه قويه ومباراه حماس، خلاص اشاهد فقط. طيب افضل مباراه لك مع نادي الشرطه؟ افضل مباراه صراحه انه هواي يعني تعرف، خاصه المباراه مباراة يعني أنت دائما تكون ببالك، يعني مباراة قدمت فيها مستوى، مباراة فيها مباراتي مع الزوراء اللي سجلت هدف تعادلنا 1-1، كانت مباراة يعني مباراة قوية ومباراة جميلة ومباراة جماهيرية، كانت مباراة مع الزوراء. طيب ومع المنتخب أفضل مباراة لك مع المنتخب؟ مع المنتخب الإيراني. يعني الهدف هذا اكيد يعني كثير سالوني عليه. اكيد. طيب افضل لاعب سعودي حاليا؟ نقدر نقول سلمان. سلمان الفرج. لا انت هلالي خلاص. يعني انا لو مكان الإدارة الهلال يعني سر المحبه والكلام اللي صاير يعني كاني اشوفك ان شاء الله قريب في نادي الهلال. حبيبي طبعا مع احترام كامل لنادي التحيل، لان نادي التحيل يعني عندهم الموافقه ونادي كبير في اسيا هو نادي السد وجميع انديتنا الخليجيه، لكن بكون الهلال هو بطل اسيا فرحت للهلال لما حقق بطوله اسيا. اي يعني شجعتهم ضد اوراوا. شفت انا كنت ما اعرف يعني كنت مسافر فما قدرت انه اشاهد المباراه، لكن شاهدت الاهداف وتحقيقهم البطوله الاسيويه. من المعلقين اللي تحب انه يعني يعلق لك على اهدافك؟ خليل البلوشي تحياتنا له. تحياتنا لابو مشاري. ابو مشاري تحياتنا له. صديق مثل ما انت صديق. طيب ناخذ اسئله شويه من المتابعين وان شاء الله يفتح، لان انا واصل عندي الرقم 99 بس بنحاول ان شاء الله. طبعا في اسئله. طيب في سؤال هنا يقول لك شو رايك في المنتخب العراقي الحالي؟ منتخب جيل، خاصه جيل شبابي هذا الجيل، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ونقدر نسوي اللي ان شاء الله يطمح له المنتخب العراقي. طموحك حاليا انت في البرتغال، يعني وين ودك تلعب؟ في اي دوري اوروبي؟ والله صراحه يعني تعرف انت الدوريات اللي يعني الدوريات اللي قويه تكون يعني الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي. طموح كل لاعب انه يجي الاوروبا وهو لاعب شاب يطمح انه يلعب بالدوريات. صح انه انا جيت لهذا بورتمونيز، لكن طموح كل لاعب انه يقدر من خلال الاجتهاد اللي يجتهد به اللاعب انه يقدر يوصل للفرق الكبرى مثل برشلونه، مثل يوفانتس، مثل بنفيكا، مثل بورتو. وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا
واقدر اسوي شيء خلال هذه الفتره ان شاء الله، العب بالدوريات الممتازه ان شاء الله. باذن الله، وهم محبينك هنا موجودين معاك، وان شاء الله دائما دعواتهم معاك ان انت ان شاء الله من تالق وتالق ومن نجاح الى نجاح، وانا متاكد الجميع بيدعي لك. اذا 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 يعني مثلا عندك عرضين خيارين، ان انت تكمل في اوروبا او ترجع للدوري القطري او لنادي الهلال السعودي، شنو الخيار اللي تبي تفضله؟ والله شوف يعني تحياتنا هي كل الفرق يعني وكل الدوريات، لكن اكو فرق بين من دوري او دوري دوري، يعني دوريات اكو هواي يعني، لكن من جيت انا لاوروبا انه اطمح انه العب بالدوريات الكبرى. انا قلت لك يعني اللاعب مني يرسم شيء بباله او يخلي شيء بباله انه يقدر يوصل له، ان شاء الله اقدر اوصل للشيء اللي راسمه اني ان شاء الله العب بالدوريات الكبرى اللي باوروبا، وان شاء الله اطمح انه العب بالفرق الكبرى ان شاء الله. ان شاء الله. انت يعني متى الامساك عندكم؟ يعني كم باقي له وقت عشان تتسحر؟ يعني بعد لازم نص ساعه انه اسحر. طيب شو طابخ اليوم قلنا؟ ولا اليوم طابخ مخلمه. طبعا تحياتي اخويا وصديقي وتحياتنا لك حبيبي صديقي. تحية للجميع، يعني ما شاء الله الكومنتات وهذا، فاللي يعني ما شاء الله كل هذا يعني اعذر. اي نعم، هنكمل. طيب شنو اكثر شيء دعم؟ انا اشوف لك سؤال هني، سؤال: هل حققت حلمك ولا لسه طموحك اكبر؟ لا ان شاء الله طموح اكبر. طيب اكثر دعم يعني وصل لك يعني من شخص، من جمهور، شنو اكثر شيء يعني حسيت فيه كدعم يعني في بدايتك؟ شلون الدعم اللي انت تحس فيه اكثر من الجماهير، ولا في اشخاص خلفك دائما بالخفاء هم داعمين لك؟ منو اللي اكثر ناس داعمين لك؟ والله صراحة هم يعني جماهير تدعم دائما، ما شجع مهند وتآزر مهند، والحمد لله والشكر يعني أنا ما مقصر باللعبات اللي بالمنتخب. إن شاء الله نطمح إنه، قلت لك إحنا شو نقدم؟ قليل بحق الشعب العراقي والجمهور العراقي، لأن قلت لك صراحة يستاهل. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى العفو إنه يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله ويحفظهم. شو رأيك في اللاعب محمد قاسم؟ أكيد لاعب بعد صغير، لاعب موهوب، ينتظر مستقبل كلش كبير إن شاء الله، نتمنى له التوفيق. طيب من اللاعبين المنتخب العراقي اللي تتوقع لهم أو إنه يملكون إمكانيات تؤهلهم إنه يحترفون في أوروبا؟ والله صراحة كل اللاعبين، خاصة هسه هذا الجيل مثل الجيل الشبابي، يعني أغلبهم يستحقون اللعب بأوروبا وقادرين إن شاء الله يلعبون بأوروبا. الإعلام العراقي داعم لك؟ داعم لك. يعني شنو أكثر شيء حسيته من الإعلام العراقي، يعني من الصحف ولا من البرامج التلفزيونية ولا من الكتاب والأساتذة اللي نقدرهم ونجلهم؟ وين شفت نفسك أكثر شيء يدعمونك فيه؟ والله هم قلت لك يعني ما مقصرين، خاصة الإعلام العراقي نوجه لهم التحية والحب والاحترام. اليوم يعني ما ساووا المهند علي، بالعكس يعني دائما هم اللي يشجعون ويكتبون ويأزرون مهند علي، نوجه لهم الحب والاحترام والتقدير. طيب اكيد في شخص دائما يتواصل معك، يعني شخص تحس ترجع له في يعني في قراراتك في مستقبلك، منو اكثر شخص يعني قريب منك وتحاول انك تناقشه وتاخذ رايه؟ والله اخوي انا الكبير احمد، يعني دائما ما اي ف وعندي انا وكيل اعمال هم، يعني وجه له الاحترام والتقدير والحب، فيعني يصير بعض الأمور والمناقشات بيناتنا ونشوف الشيء صح. يا رب الله يوفقك. خلينا نشوف أسئلة بعد شوية. طبعا عشان فؤاد حبيبي، تحياتي لك أخوي وربي يوفقك إن شاء الله حبيبي. يعني في توقع أن يكون المنتخب العراقي في كأس العالم في الدوحة؟ تتوقع إن شاء الله؟ أتوقع إن شاء الله انه المنتخب العراقي صعد الكاس العالم. جهود الابطال اللاعبين ان شاء الله ما راح يقصرون. يعني تحس يعني ان مثلا كل شيء متوفر لكم كامكانيات ان شاء الله انكم تتاهلون للعالم؟ ان شاء الله ان شاء الله. قلت لك احنا هسه يعني مصدرين ان شاء الله،
وان شاء الله اللاعبين ما راح يقصرون، وان شاء الله نصعد الكاس العالمي. شنو يعني لك الكابتن نشأة أكرم؟ كابتن نشأة أكرم يعني يعني شلون نقول، فشي كبير يعني المهند علي، تحياتنا له وكلش احباني. الكابتن الأنيق يعني شيء كبير يعني كمسيرة احترافية، كقدوة تقدر أنك تقتدي فيها في مسيرتك من ناحية الأخلاق ومن ناحية الالتزام والانضباط. أكيد طبعا يعني الكابتن نشأة أكرم لاعب كبير، لاعب منتخب، لاعب محترف أكثر من فريق، فلي الشرف أنه يكون قدوتي ويكون لاعب المفضل. طيب والسفاح يونس محمود شو تقول؟ أخذ النون بعد هداف. شنو ودك يعني توصل من المميزات اللي كان يملكها يونس محمود؟ والله شوف يعني هو الكابتن يعني هداف رجل راس، يعني هداف يعني لاعب كبير، لاعب خدم المنتخب العراقي فترة طويلة، احترف بأكثر من فريق، يعني يكون مثل الأعلى مثل ما قلت لك، يعني هو والكابتن نشأة أكرم، لأن هؤلاء اللاعبين يعني لاعبين كبار. صحيح كبار. ناخذ كم سؤال عشان احنا ما نأخرك بعد. أنا أروح. طيب أقول لك أروح أنا بعد. أنت بتتسحر؟ أي يعني بعد تقريبا 10 دقائق أحمد ياسر حبيبي مش لك أخوي. طيب من أفضل لاعب قطري؟ أفضل لاعب قطري؟ إيه. أكرم عفيف اللي خذاها تقريبا أفضل لاعب بآسيا. فكون... آسيا. تشوفه أفضل لاعب قطري؟ يعني لاعب. لاعب ممتاز. لاعب ممتاز. الله يوفقك يا مهند. أنا أدري أن أنت يعني فارغ التوقيت في البرتغال عشان يمديك تروح سحر. كسبناك أخ وصديق، وكنت جدا اللي متابعينك هني ودائما يعني وصلت لي يعني رسائل بالمئات منهم. شو تقول لهم؟ كل واحد محب لك وقاعد يشوفك كلمة شخصية أن أنت تقول له. شو تقول لهم الناس المحبين؟ شوف بالبداية يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه هذا الوباء إن شاء الله يا رب فترة وبتعدي إن شاء الله، ونقول لهم إن شاء الله شهر رمضان شهر مبارك عليكم، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية على كل عائلة. وراقي نتمنى لك حبيبي. اسلم يا محمد. اشوف تيم يقول عندي في السؤال، بس اشوفه شو يقول حتى اروح له. هذا صديق تحياتنا له. طيب كيفك اللي تشوفه؟ بالعكس احنا مستمتعين معك. لا مو بس قال عندي سؤال، وخليك تب اذا شنو السؤال مالته حتى اروح انا السحر يعني تعرف. كم ساعة عندكم صيام عندكم؟ كم ساعة تقريبا؟ والله عندنا 5:30 الصبح انه يأذن، وساعة 8:30 بالليل الفطور. يعني تقريبا يعني 15 ساعة صوم. من اختار؟ نديم يقول من اختار الوقت الساعة 4 فجر. من يقول من اختاره؟ انت اللي اخترت مو انا. لحظة مهند، من اللي اختار الوقت؟ انت اللي اخترت الوقت. وقت المقابلة اقصد، من اختار الوقت؟ انا اختاريت اليوم فرقت. يا كابتن تحياتنا لك ورب يوفقك. تحياتي يا حبيبي، شكرا لك، وان شاء الله مغامرات جاية ان شاء الله يا حبيبي. شوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة.